السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا فكرة خطيرة خطيرة خطيرة. عندنا فكرتين حلوين أوي رمضان، هنعمل فوانيس رمضان بطريقة سهلة وبحاجات كلها في البيت، وإن شاء الله تكون سهلة عليكم. هنعمل أول فكرة من الشفاطات وتكون بإذن ربنا حلوة وتعجبكم. هنجيب كده 4 شفاطات أهم، نسويهم ببعض ونقص الجزء المايل بشكل برضو متساوي اهو، نحاول كده نقصهم كلهم سوا بعض. ونلزقهم بالشمع، هنحط نقطتين كده في الفواصل مش كتير علشان يلزقوا بسرعة معاكي. بتسيبيهم كده لما ينشفوا وتظبطيهم، وبعد كده نعمل كمية حلوة كذا واحدة منهم. انا طبعا عاملة لكم شوية حلوين اهم، هتعملي الكمية اللي انت عايزاها. الفانوس الواحد بيحتاج 7 اهو كده، بقوا شكلهم عامل زي بتاعة الحرارة الخشب. لو انت عندك الخشب دي اعملي بيها، هتبقى برضو حلوة وسهلة اهم. هنيجي كده ممكن تعمليهم كده بقى، هنعمل الهيكل بتاع الفانوس، يا اما تعمليهم كده يا اما تعمليهم كده، برضو اللي يريحك والسهل بالنسبة لك. تحطي برضو نقطة بسيطة علشان ينشفوا بسرعة اهي، هتوقفيها كده. وبعدين هنجيب 2 تاني نعملهم كده، نعملهم كده ونلزقه. وبعد كده هنقص واحدة نصين ونعملها القاعدة بتاعت الفانوس اهو كده، لزقتهم اهو. وبنثبت دي بنقطة شمع كده، نشيل الفتل بتاعت الشمع. هو بينشف بسرعة طبعا علشان انتي بتكوني حاطة نقطة قليلة كده اهو. وقسمت التانية، قسمت واحدة اهي نصين علشان اعملها هنا كده، ونحط برضو نقطة شمع كده. هي طبعا من تقل الشمعة هينزل تحت. وبعد كده هنقيس كده واحدة على قد القعدة بتاعت الفانوس اهو، نقص كده 1 2 3 4 5 6، احتاجنا 6 شفاطات من اللي احنا عاملينه. هنحط هنا على الحرف هنا وهنا ونظبطه على قده ونقفل كده. بقى عندنا الهيكل بتاع الفانوس. فكرة بسيطة جدا جدا، وكل بقى الكمية اللي عندك هتعمليها وتسيبيها تنشف كده، الشمع ينشف فيها، وبعد كده هنزوقه كده. بقى عندي الهيكل الاساسي بتاع الفانوس، هنزوقه بقى ونخليه شكله كويس. هنجيب الورق ده بتاع الحلويات وهنغطي بيه الفانوس. لو ما عندكيش بقى اي شكل عندك ورق مناسب ليه هتعملي بيه، ممكن قماش خيامية برضو، بس انا بديكي فكرة. لو انتي ما عندكيش قماش خيامية ممكن تعملي بحاجة تانية، مش شرط تعمل الفانوس بقماش خيامية كده. وقص
لحد ما اخلصه كله للاخر كده. والشمع برضو ما يبقاش سخن جامد علشان علشان الورق ده ما يكرمش كده، علشان الورق ده مع الحرارة الزايدة بيكرمش كأنه بيتحرق كده. احنا قسنا هنا على قدها هنا، بس مش هنحطها دلوقتي. هقص كده شريطين نمسكها من الاخر. ونعملها كده، وبعد كده نلزقها على الحروف بتاعت الفانوس. ونعمل واحدة كمان، ما توصلهاش للآخر اهي. وبعد كده الحتة العريضة هناخدها ونلزقها على الحرف، ونغطي بقى ده كله بالجزء اللي احنا قصيناه. نوصلها للآخر كده بقى علشان الشراشيب دي تبقى باينة. عملنا من تحت اهي شراشيب، ومن فوق وحطينا فيونكة كده على الشراشيب، شكله بقى جميل اهو. وهنيجي نعمل له علقة كده علشان لما نيجي نعلقه ما خدش وقت خالص، ومن ورا برضو شكله حلو اهو، ومن قدام شكله بسيط جدا اهو، شكله جميل. مش لازم خالص ارتبط بالخيامية، لو ما عنديش خيامية بعمل بقماش، بعمل بورق ملون، بعمل بالورق بتاع الحلويات، بعمل بأي شكل، المهم يكون يديني شكل الفانوس. اوريكم بقى اللي انا عاملاهم كلهم. اهو انا عاملة منه كمان صغير، احجام صغيرة اهي اهي. ودي الفوانيس التانية. ناخد بقى شريطة من الشريط اللي احنا عاملين بيه ده، ونحطهم كلهم في العلقة بتاعتهم، ونشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي. شوفوا كده بقى لما علقناهم بقى شكلهم حلو جدا اهو، شكلهم جميل. دي طبعا لسه هقصها او اكمل بقى عليها فوانيس. نشوف بقى الفكرة التانية ان شاء الله تكون سهلة برضو، ومن حاجات كتير بنرميها في البيت هنجمعها ونعمل منها فانوس بفكرة بسيطة جدا. الفكرة التانية بقى ان احنا هنعمل فانوس، هنعمل من حاجات طبعا في البيت، هنعمل بالادوات دي لمبة قديمة او محروقة، والجزء بتاع اللمبة اللي تحت انا شلت منه الكهرباء اللي كانت فيه، حاجات كده اسلاك وحاجات كده شلناها، وده الغطا بتاع اللمبة برضو. الحاجات دي هنعمل بيها فكرة لفانوس بسيط جدا جدا. لو انت عندك اي اشكال مشابهة في البيت للاشكال دي هتعملي منها برضو الفكرة. هنيجي كده وهنستخدم طبعا الخيط ده، ده خيط زي خيط الكليم بس خيط بلاستيك، انا هستخدمه عشان فيه لمعة والوانه حلوة. اهو هنجيب كده الجزء ده، هنحط فيه الجزء بتاع اللمبة ده اللي تحت بس بالمشقلب، هندخله كده خلاص. يبقى هنحط هنا كده على الحرف من جوه اهو علشان يثبت فيها،
وعلى الحرف برضو همشي عليها بالشمع علشان يكون ماسك معايا كويس اهو. وهاجي اللمبة كده هحطها كده اهي، برضو هحط على الحروف كده وامشي على الحرف بالشمع بسيط خالص، ما كترش علشان الطبقة هتبقى خفيفة وتمسك كويس وتنشف بسرعة. اساوي الشمع كده ببعضه بس كده. هنيجي بقى الشريط ده، هنشوف بقى انتي عايزة على حسب ذوقك، برضو عايزة تحطي اي شكل او اي لون، عايزة تعمليه بالدهان ممكن تدهنيه، بس انا لقيت الشرايط دي شكلها حلو فهنعمل بيها. هنيجي هنا كده طريقة بسيطة خالص، هنلف الشريط وكل مسافة هنحط نقطة شمع، نغطي بس الجزء كويس اهو، نثبت كده نقطة شمع علشان الخيط ما يتحركش مننا. هو الخيط خفيف ممكن اعمله طبقة كمان كده، بقص نلزق بقى الحرف اهو. ناخد بقى الشريط الاسود نكمل بيه هنا، الجزء ده كله نعمله اسود كده. لفينا اهو جزء بامبي وجزء اسود، والجزء الابيض ده الشفاف بتاع اللمبة مش هنغير فيه حاجة، هسيبه كده. وهنيجي هنلف من اول الجزء الابيض التاني ده، هنلف برضو بامبي في اسود كده، نلف من اول الشمع اللي احنا حطيناه علشان نداري، عشان نداري بالشمع نحط حاجة خفيفة خالص علشان تمسك البلاستيك. سوي بس كده كل جزء نحط فيه شمع. لفيت كده من فوق اهو من تحت وسبت الاجزاء البيضة دي وعملت له علقة اهي. هنيجي بقى بشوية خرز عندنا هنعمل حوالين الحروف دي خرز كده، منها شكل حلو ومنها الدليلي الحروف بتاعة الخيط اللي احنا لفيناه. ومن فوق برضو كل الحدود دي هنعملها بالخرز. احنا عملنا اهو الخرز فوق وعملنا على الحدود بتاعته اهي، ونكمل كده لحد ما نخلص. ادانا شكل الفانوس بحاجات بسيطة وما كلفتناش خالص، حاجات من البيت كلها وكنا المفروض هنرميها. افكار كلها سهلة ويا رب ان شاء الله تعجبكم. شكل بسيط خالص للفانوس، هنشيل طبعا كل الفتل بتاعت الشمع دي علشان يبقى شكله نضيف. افكار سهلة. انا عاملة شكل تاني برضو
من اللمبة اهو، حاجة برضو ايه مدية شكل رمضان كده، والفوانيس الشكل اللي كان قديم ده، كان في منه فوانيس قديمة اهي لمبة، ودي كانت بتاعت حزام، ودي لمبة، ودي ماسورة كده مدورة اهي، عملناها بشكل سهل خالص وبسيط. والفكرتين يا رب ان شاء الله تكونوا تنفذوهم ويعجبوكم، ولو عجبوكم الافكار بتاعتي حطولي لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل جديد، والسلام عليكم.